تفاصيل خطيرة كشفتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تهريب أبو ظبي لشحنات سلاح سرية لتزويد قوات الدعم السريع في السودان، وتشمل تلك الأسلحة طائرات مسيرة وصواريخ ومدافع تم إرسالها عبر طرق تهريب صحراوية، الأمر الذي قلب موازين الحرب لصالح حميدتي وعزز قواته للسيطرة على عدة مدن في دارفور وود مدني وغيرها من المناطق مقابل انسحابات للجيش السوداني. بدورها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت عن مراهنة الإمارات على حليفها لمساعدتها في حماية مصالحها في السودان، منها صفقات الموانئ والأراضي الزراعية عبر دعمه بالسلاح وجلب المرتزقة المتورطة في انتهاكات ضد المدنيين وفق تقرير جديد لمحققي الأمم المتحدة.